بين خبراء اقتصاديون ان تراجع الاستثمار في المملكه يقلص القاعده الانتاجيه مما يضعف ويزيد من نسبه البطاله التي لم يطرا عليها اي تغيير حتى الان في ظل التراجع الذي بات ملموسا للاستثمار في المملكه ورغم كل القرارات التي اصدرتها الحكومه لجذب الاستثمار بدا الحديث في الاوساط الاقتصاديه عن مدى قدره الاستثمارات المرتقبه على حل ازمه البطاله في المملكه خاصه مع وصول معدلاتها الى مستويات قياسيه معدل البطالة وبحسب تقرير الإحصاءات العامة بلغ 18.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي وهذا تحديدا ما وجد فيه الخبراء تحديا كبيرا أمام الدولة ويتطلب منها العمل سريعا على معالجته من خلال خلق فرص عمل أو كما تسعى حاليا إلى جذب الاستثمارات مشروطة بتشغيل أردنيين وفق الشروط التي وضعتها مؤخرا لمنح الجنسية للمستثمر الأجنبي الحكومة ورغم اعترافها بحجم البطالة المخيف في المملكة إلا أنها تقف عاجزة بحسب المراقبين أمام فتح أبواب القطاع العام لاستقبال آلاف العاطلين عن العمل أو تهيئة القطاع الخاص وتطويره ليتمكن هو الآخر من المساهمة في حل معضلة البطالة. غياب الحلول الممنهجة والخطط العملية لمعالجة البطالة تزيد وفق المراقبين من مخاوف انفجار أزمة وانحراف داخل المجتمع الأردني يصعب على الحكومة والدولة ككل استدراكها مستقبلا.